ربنا أكرمنا وأجا إسماعيل من الألم من خلف القضبان رغم السجان، رغم كيد السجان. يعني السجان سجن محمد وسجن الأسرى وحكم عليهم بالمؤبدات، معنى ذلك أن حياتهم انتهت. لكن فلسفة الحرية عندنا أنه إسماعيل يمثل سفير الحرية، وهو خرج وأبصر النور من خلف القضبان، وهذه رسالة عظيمة يعني يعملها الشعب الفلسطيني، وهو قادر على صنع المعجزات، وهذا الشيء يغيظ العدو ويسر الصدر. زغراتت وهيت وفرحت ويعني، والناس فرق الحلوى وانا مصاحي، حتى في ناس عد عليه ثلاث مرات اربع اقول اخذنا والله حد من الفرحه من الصاحي يعني، والحمد لله فرحنا وزغرتنا وعينا وساع الحفل موت هذا يروي على الدار. محمد اسماعيل ابني الثاني بيكون رقم اثنين، انسجن في 2010 على قضيه قتل شرطي اسرائيلي على الفوار، واخذ عليها مؤبد زائد 20 سنه في 2010. فكرنا ان نعمل تهريب نطف وإشي زي هيك زي ما كان يعني معمول فيه من قبل الأسرة، شايف علي؟ فكان ان احنا عملنا المحاوله حوالي اربع مرات، وكلها كانت ايش بفضل الله والحمد لله ما نجحتش، يعني ما زبطتش، لانه تقدير الله ما مشى يعني. إشي صار من خلف القضبان يعني فرحنا وانبسطنا يعني، بعد معنا أزانا الإشي هذا يعني، والحمد لله خمس درعات والخامسة ثبتة والحمد لله، قدس عنينا وأم عانت كثير وهي حامل فيه يعني، والله رسالتي الحمد لله للشعب الفلسطيني كله ومنصرين هينا إن شاء الله زي تسمعين، وإن شاء الله بننتصر بترويحة الأسرة كلهم إن شاء الله، بس بنعد السجان إن شاء الله بننتصر، والسجان مهما يعمل ومهما يكون إن شاء الله ننتصر عليه. إسماعيل اللي هو الصغير خلينا نقول، اللهم صل على سيدنا محمد، هو يعني يمثل القضية، يمثل إصرار الشعب الفلسطيني، يمثل صموده، يمثل إن شاء الله تعالى يعني انعتاق وتحرير الأسرى من خلف القضبان، كونه هو خرج من خلف القضبان، وهي رسالة عظيمة إن شاء الله تعالى لهذا الشعب الصابر المرابط. ونحن يعني ننتظر أن يكون الأمل قريب والإفراج وصفقة وفاء الأحرار اثنين قريبة ومشرف إن شاء الله تعالى، وهذا أملنا أولا في الله ثم إن شاء الله ثانيا في المقاومة.